أنا الطالبة غادية عبد العزيز البشري من الثانوية الثانية بالظهران وإدارة التعليم الشرقية. مشروعي هو the bioformulation of nanocomposite DIF8 and Arium Stibum for the enhanced bactericidal and anticandidal action. بدأت قصة مشروعي بانضمامي لبرنامج موهبة الإثرائي البحثي حيث بدأنا بالدراسة تأثير المستخلص الثوم النباتي على البكتيريا والفطريات. بعد كذا كملت برنامج تلمذة موهبة حيث قمت بتطوير مشروعي وجربته مع النانو كومبوزيت. أنا شاركت السنة الماضية في مشروع في الأولمبياد الوطني الإبداع العلمي لكن ما حالفني الحظ وما تأهلت، لكن بعد دخولي لبرامج موهبة والاستفادة من الخدمات اللي قدموها لي الحمد لله قدرت أوصل لمعرض إبداع النهائي.